كل واحد فينا عنده هيداك الصديق يلي ما بتجمعه فيه أي مصلحة أو منفعة وبيعتبره خيه من غير أمه. وبالنسبة للفنان المصري ماجد الكدواني كان هو الفنان كريم عبد العزيز، حيث انتشرت بعض مقاطع الفيديو خلال الساعات الأخيرة للفنان كريم عبد العزيز وهو عم بيشارك الكدواني بالرقص والضرب على الدف والغناء في فرحته في حفل زفاف ابنه يوسف، ولاقت قبول واسع من رواد السوشيال ميديا يلي شافوا فيها تعبير واضح عن علاقة صداقة قوية تجمع الفنانين بعيداً عن المصالح والمكاسب. عن جد نيال قلبه يلي عنده صاحب وفي بهيدا الأيام.